السلام عليكم متتبعي الاعزاء، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ومرحبا بكم. في هذا الفيديو غادي نقترح عليكم كريب على شكل سوشي. هذه الوصفه كنستعملوها الا كنا بغينا ندخلوا الكريب على لي بلاطو المالحين اولا في لي بوفي، لان شكلهم كيجي جميل وما كياخذوش مساحه كبيره. كنتمنى ان هذه الوصفه تنال اعجابكم، وكالعاده غادي نخليكم دابا تاخذوا المقادير وبعد منهم الطريقه. اذا في مقادير الكريب غادي نحتاجو، عندنا هنا معلقه كبيره ديال الزبده مذوبه، شويه الملحه، ثلاثه البيضات، اربعه المعالق كبار ديال الزيت، ربعه ديال الدقيق خاص بالحلويات، ونسطره الحليب. اذا في اناء غادي نديرو البيض، غادي نضيفو عليه الحليب ثم الزيت، وغادي نطحنو هذا الخليط مزيان. من بعد ما طحناه غادي نضيفو عليه الدقيق والملحه، غادي نحركو ونخليوه يرتاح واحد نص ساعه. من بعد ما دازت نص ساعه غادي نضيفو الزبده المذوبه، وغادي نحركو حتى يبان لينا الخليط ولا منسجم، ونبداو نطيبو. بطبيعه الحال المقله خاصها تكون سخونه، غادي نكب فيها القدر الكافي من الخليط وغادي ندورها باش يتوزع عليها. كتبان لينا شدات في راسها وتحمرات شي شويه، غادي نقلبها للجهه الثانيه. وعاده من الجهه الثانيه ما كتاخذش وقت طويل، يعني كتحمر بسرعه، خاصنا نردو مع البال. هذا هو الطياب اللي بغينا. دابا غادي نكملو بنفس الطريقه لباقي العجين، وهذا هو الشكل النهائي. ندوز دابا للعماره. عندي هنا لا شابلور حمرتها في الفران حتى كتولي بنيه شويه، هذه هي الماركه اللي كنستعمل. عندي هنا الفرماج ساندويش والفرماج الخاص بالدهن، لافوكا مقطعة على طول، السوريمي، الفلفل الحمراء مشوية ومقطعة على طول، والخيار حتى هو مقطع على طول. اذا غادي ناخذ الكريبة وغادي نحيدو الجنبات ديالها، غادي ندهنوها بالفرماج الخاص بالدهن. من بعد غادي نحطو في الاسفل ديالها فرماج الساندويش اللي قطعناه على جوج، وغادي نستفوه على طول. غنحطو فوق منه السوريمي ثم الخيار ثم الفلفل الحمراء، غادي نحط جوج شرائح مع بعضهم. واخيرا الافوكا، كنحاول اني نقسمها شويه باش تولي طويله. دابا من بعد ما حطيت المكونات كلها غادي نحاول نروليه بهدوء، ونحاول نزيرو شويه باش ما يجيناش محلول. وغادي نعاود ندهنو بالفرماج الخاص بالدهن، ثم غادي ناخدو وغادي نروليه في لاشابلوغ. دابا وصلنا للمرحله النهائيه، غادي نقطعوه على شكل سوشي بشي موسيقى كون ماضي، وكنحصلوا على هذا الشكل هذا. وهذا هو الشكل النهائي. وهكذا نكون وصلنا لنهايه تاع الفيديو، نتمنى ان هذا الفيديو يكون نال اعجابكم. كالعاده اللي عنده سؤال تخليه ليا، ان شاء الله غادي نجاوبها عليه. وبالصحه والراحه.